مش إلى جبهات الأسنان، هل يجب أن ترفع؟ كل شيء له وظيفة، يعني رفع أداء جبهات الأسنان واضح. اليوم اليمن مثلا كل يوم عنده سفينة، وكمان بما أنه عم نحكي عن اليمن، أنا كنت مقرر هون أحكي عنهم فهلا إجوا بسياق الأجوبة. الرويترز وأكسيوس وتليغراف البريطانية إجماع امبارح على أن البحر الأحمر خالي من القطع الحربية الأمريكية، وأنه خلال هذه الفترة، فترة حرب غزة، أنفقت البحرية الأمريكية كمية من الصواريخ المضادة للصواريخ والطائرات المسيرة لصد الهجمات اليمنية، تعادل مرة ونص ما أنتجته أمريكا كل عام 2023. كل إنتاج المصانع الأمريكية لصواريخ مضادة للصواريخ والباتريوت وغير باتريوت، كل هذا مرة ونص استهلك بالبحر الأحمر، بس بجبهة البحر الأحمر. فكيف وقت اللي بده يصير الرد الإيراني، وكيف لما بده يصير الرد اليمني؟ فيبدو أنه، وحتى في قائد البحرية هناك استدعي إلى التحقيق لأنه اعتبر بأنه مش عم ينجح بالكفاءة اللازمة في فرض الهيبة الأمريكية. وطبعاً هلأ بنقرأ لكم من فقرة بقلب المونشات اللي نازلة عن هذا الموضوع، لأنه أنا متناوله بالمونشات. وبالتالي إذن الرد اليمني، بقى اليمنيون يواصلون وصارت الساحة خالية قدامهم كما يبدو. حزب الله على العمق اللازم للحفاظ على هجرة المستوطنين والحفاظ على تجميد هذه الكتلة العسكرية، الفرقتين حد أدنى وثلاث فرق ممكن. وظيفة جبهات الإسناد شو هي؟ وظيفة جبهات الإسناد هل تؤدي إلى تخفيف الضغط على غزة؟ لا، لا تؤدي، يعني كقصف تؤدي إلى سحب قوات لتخفيف الضغط العسكري أي العمليات، نعم وهي تفعل ذلك. تؤدي إلى دفع الإسرائيلي للذهاب للاتفاق، نعم بمقدار ما أنها تقول أنك عاجز عن إعادة المستوطنين المهجرين بالقوة، فماذا عساك تفعل؟ والآن بدأ العام الدراسي وبلش العد العكسي، يعني بلش الضغط، واضح أنه من المظاهرات الجارية داخل الكيان واللي عم تتعاظم أكثر فأكثر، الإضراب اللي بلش يوم واللي بعد جمعة رح يصير أكثر وأكثر، وبعد جمعتين وممكن يروح على الإضراب المفتوح. واضح أنه السياق الذي تذهب فيه الأمور داخل الكيان في غير صالح خيار الحرب، لأن خيار الحرب أخذ فرصته العليا بالحشود الأمريكية وبضربتي بيروت وطهران. لو نجح بأن يردع عن الرد وعندها يطلق اليد الإسرائيلية بشيل قواته من جبهة الشمال وبيروح فيها بحاول يعمل إنجاز في غزة ليقدر يفرض اتفاق بشروط أفضل، كان تم هذا.